السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاول نهضر على المشاعر ديال الملل، الألم، الإحباط والمعاناة اللي كنقيلوا النهار وما طال نحاولوا أننا نتهربوا منها. في هذا الفيديو بغيت نوصل لكم أن محاولة الهروب من المشاعر السلبية هي محاولة هروب من الحياة. الحياة ماشي هي السعادة، الحياة هي مزيج من الحزن والسعادة. إذ لو أننا كنا ديما سعداء ما عمرنا كنا غادي نقدروا بقيمة السعادة، فحتى كيفاش غادي نعرفوا أننا رحنا أصلا سعداء؟ الحزن هو اللي تيخليك تعرف القيمة السعادة، الملل والبطالة هو اللي كيخليك تعرف القيمة ديال العمل. أوكي، دونك بارك أخوتي، ما نحاولوا نهربوا من هاد المشاعر. هادو مشاعر خصنا نحتكوا معها، نعيشوا معها، نتعايشوا معها، ونقاوموها وننتصروا عليها. اوكي، دونك ملي كتبدا الخدمه على شي بروجي جديد، كتبغي تبريباري شي ماده جديده، كتبغي تتعلم شي مهاره جديده، كتبغي تكتسب شي حرفه جديده، فكيجيك داك الشعور ديال الاحباط في الاول. هاد الشعور ديال الاحباط كيجي لاي انسان في المحاوله الاولى، وكانه امتحان. كي بحال كنتمتحنوا واش حنا بصح باغيين ديك الحاجه ولا باغيين غرضنا من ديك الحاجه. هادشي هو اللي كيخلينا كنبداو بزاف وما عمرنا كنكملوا. البدايات للكل والثبات للصادقين. الصادقين اللي كيكون غرضهم من العمل ماشي هو الربح، هو انغماس في العمل. اوكي، دونك ملي كنبريباري واحد الماده، فماشي الهدف ديالي هو نجيب اون تري بون نوت، كيكون الهدف ديالي هو نستمتع بداك البروسيس، وما كنكونش معمر راسي بالمستقبل ولا محمق راسي بالنتائج، واش غيصدق هادشي واش ما غيصدقش. كنكون فقط خدام، وكيكون لوبجيكتيف ديالي هو نخشي راسي فوسط الخدمه ونولي انا والعمل اللي كنديرو جزء واحد. اوكي، دونك الخوت، هذه نصيحه من القلب، بركه ما تحاولوا تهربوا من الملل. الملل راه هو التيست. اوكي، هو اللي كيتيستيك واش باغي ديك الحاجه بصح ولا لا. والناس اللي داروا شي حاجه في حياتهم فراه لا يعني انهم ما تيملوش. اوكي، دونك سول راسك، غير استاذ كيقري نفس الماده 20 عام الا كان كيمل، فكيفاش غيكمل هذا 20 عام؟ اوكي، وكتلقى كيقري 20 عام وبنفس الشغف، بنفس الروح، بنفس الحب، وكيوصلها للطلبه باجمل الطرق. دونك هادشي لا يعني انه ما كيملش، ولكن كيتعايش مع الملل. لا يعني انه ما كيتالمش لداخل، كيتالم ولكن كيتعايش مع داك الالم. دونك بارك اخوتي، ما نحاولوا نهربوا من المشاعر السلبيه، نحاولوا نتعايشوا معها.